وهذا يتم عادة بين آل شيبي جميعهم. والآن تتم مراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة ومفتاح مقام إبراهيم لكبير سدرة بيت الله الحرام الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين آل شيبي في ثالث أيام عزاء الشيخ عبد القادر آل شيبي رحمه الله. وتتم مراسم التسليم بتسليم مفتاح الكعبة المشرفة ومفتاح مقام إبراهيم من قبل أبناء الشيخ عبد القادر آل شيبي رحمه الله إلى كبير سدرة بيت الله الحرام الجديد الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين آل شيبي. وهذا هو مفتاح الكعبة المشرفة، وهذا هو مفتاح مقام إبراهيم. واتمنى بس لو طلعوا لنا مفتاح الكعبة المشرفة كي يشاهدوا الجميع. سوف يتم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة ومفتاح مقام